هل يجوز للنساء أن يتناولن ما يمنع الدم لأداء الطواف وأداء العمرة والحج؟ إذا أخذت المرأة ما يمنع الدم قبل نزوله، إذا أخذته قبل نزوله وامتنع فلا بأس، أما بعد أن ينزل فإنها لا تأخذه، لا تأخذ الحبوب بعد أن ينزل الدم، بل تتركه يستمر، ولا عليها ضيق ولا حرج ولله الحمد. النسك باقي والسعة لها حاصلة، ولا عليها مضايقة. نعم.